يا بيه مين؟ إيمان؟ ألو؟ طيب دكتور يعني أنا برضو حتة الناس عندها يقين شبه مؤكد إنه اللي بيجي يا بيضرب رقم يا بيعشوائي يا بيزور يا بيضلل. هو بص يا فندم، احنا زي ما قلنا ان هو الفيصل هو القرايه. لو في تراكم كان في الفتره السابقه مثلا نتيجه ان هو ان كان في عجز في عدد الكشافين، في الوقت الحالي لا، احنا دلوقتي في شركه بتنزل بنحاول ان احنا تدريجيا هنغطي المناطق كلها، وبالتالي نعدل الموضوع اللي هي القرايه اللي هي ما كانتش مظبوطه. يمكن موضوع العداد اللي هو اللي بالكارت دوت يعني قضى على جزء كبير جدا من الشكوى بتاعه قرايه العدادات، واحنا شغالين في ان احنا نظبط معامله القرايات ديت تدريجيا ان شاء الله، يعني مع الشركه لما هتغطي كل المناطق الموجوده، بالاضافه الى ان احنا نتتبع اي شكوى موجوده وبنحاول ان احنا يعني نصحح الموقف. طيب انا ملاحظ انه في حتى على المحور والاماكن سرقه تيار كهربائي كتير، يعني الا يجب منين واخده منين؟ من الاعمده، عمليه الاناره. بص يا عمليه الاناره يعني هتلاقي على الدائري وحاجات جاي، هتلاقي قدام مدينه الانتاج الاعلامي الكشاك اللي واقفه والناس اللي فاتحه والمطاعم المتنقله واللي بيبيع سجاير والعربيات اللي طب ما هو ده اهدار. عمليه الاناره طبعا احنا اولا سرقه التيار الكهربي دي من ضمن الحاجات التحديات اللي احنا بنعاني منها جدا، ويمكن شركة الكهرباء بتقوم بدور كبير جدا، واحنا اضفنا ليها او دعمنا الجزء ايه دي بحاجه مسميناها الضبطيه القضائيه. اللي هي يعني من وزاره العد ادت حق عمل محاضر بتحول على طول النيابه لبعض قيادات شركات التوزيع، وديت عشان نقدر ان احنا نحجم شويه موضوع سرقه التيار الكهربي. وكان من ضمن برضو الاتجاهات اللي هي العدادات اللي هي الكوديه، ان هي بس هي طبعا تقدم ليها انتهى في 30/6 او الفتره اللي كانت مجلس الوزراء كان سامح ليها في 30/6 الماضي.